يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت مبتلي فاحمد الله على العافية، لأنه أصل الحديث هو يقول: فارحموا أهل البلاء، إنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ما شاء الله. وكيف تشوف إنسان وتقول الحديث هذا، تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا، بحول الله ربي ما يبتليكش بهيك النوع يعني من الابتلاء ذاك. هو في اخر الحديث يقول، يعني اللي يقول الدعاء ذاي ربي يعافيه من هيك الابتلاء. يعافيه، نعم، ما يجيش هيك الابتلاء ذاك، اللي يموت ما يجيش بحول الله. وهو من السنه وبل من الواجب نتاعنا، اذا تلقى مبتلي مش نقولوا هذا ابن سكري، هذا يا بيه، لا. اما انت مسلم، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اي يا حبيبي، مش هكاك، راه هاو كيفاش، هاو اش تعمل، هاو اش كذا. وننصح، انا اديت رسالتي الوقت هذاك، وهو نطلب ربي لعل ربي يقبل دعوتي انا ويتوب عليه هذاك. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه شاف انسان مروح في الليل سكير، ولكنه يذكر في ربي. وقت اللي هو يذكر في ربي قال هكا تو هذا يذكر في ربي، وفمه نجس بالخمره، هزوا ونوالوا الطهارة لفمه وغسلوا فمه ونوالوا الطهر، وطلب ربي باش يهديه ويعافيه ويتوب عليه ربي سبحانه مكرمه. رقد على روحه يسمع فيه صوت وهو راقد بالفجر، يقول له: يا حسن، أنت طهرت فمه من أجلنا ونحن طهرنا قلبه من أجلك. نحن نور العظمة سبحانه. في صباح يصلي في البجر، واذا به يلقى السيد ذاك سابقه في الجامع. بعد ما صلى وكذا سال، قال له: ما كيف حالك؟ قال له: ان الذي هداني قد اخبرك بحالي، علمه به اللي هو من وين هما القلايب تنوي به الخير لغيرك، والله العظيم يجيك ليلك قبل. اذا تحب تاكل من جميع الخيرات وتنال جميع الخيرات، انوي الكل عنده نعمه، انوي له، اطلب ربي يدومها عليه وافرح له. كي تفرح لذاك بالنعمه ولهذاك بالنعمه، وهذاك نعمه الصحه تفرح له، والاخر نعمه الجمال تفرح له، والاخر نعمه المال تفرح له، كلهم يعطيهم لك ربي. راهو تهن وتطهر قلبك من الغل والحسد. امين يا رب العالمين.